فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقرأ المأموم الاستفتاح والإمام في الركعة الثانية؟ في أول صلاته، نعم، إذا جاء والإمام في أثناء الصلاة دخل كبر للإحرام يأتي بالاستفتاح، لأنه أول صلاته، ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته، وما يأتي به بعده فهو آخر صلاته، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.